تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. من هذا الموقع في مدينة مساعيد تقع مرافق التخزين ومحطة استقبال المواد الأولية لشركة قطر للمواد الأولية. لعبت هذه الشركة دورا استراتيجيا خلال السنوات الأربع الماضية في تأمين احتياجات البلاد من مواد الجابرو والحجر الجيري والرمل المغسول والرمل الناعم. تأسست قطر للمواد الأولية في العام 2006، هدفها ضمان تدفق الدائم للمواد الأولية في السوق القطري. اليوم مشاهدي الكرام نتعرف وإياكم على نشاط هذه الشركة، كيف تعمل، ما هي مصادر المواد الأولية التي تزود بها السوق والشركات الخاصة والشركات أيضا الحكومية. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام من هنا. إذن من موقع شركة قطر للمواد الأولية، هذه الشركة والتي تزود السوق القطري بكل احتياجاته من المواد الأولية للبناء، الجابرو، الرمل المغسول وغيرها الكثير من المواد. نرحب وإياكم بالسيد عيسى محمد كلاداري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية. صبح عليك أبو محمد، نشكرك على تلبية دعوة تلفزيون قطر. أربع سنوات مرت في تاريخ الشركة الماضية كانت حافلة بالمنجزات، حافلة بالعديد من التطورات بالنسبة لهذه الشركة. ماذا تحضر لنا اليوم؟ أولاً الله يسعد صباحك، وأحب أرحب بك والجميع الأخوة في تلفزيون قطر، وأنا شاكر لك هذا اللقاء. طبعاً إحنا اليوم في شركة قطر مواد الأولية، إحدى مواقعنا في منطقة مساعيد، وهالموقع طبعاً مسؤول عن استيراد مادة الجابرو وبعض المواد الأخرى طبعا للشركة وللشركات الأخرى. بناخذ جولة في الموقع إن شاء الله، وراح يعني نوضح لكم نتعرف خلالها طبعا على بعض الأعمال اللي نقوم بها في هذا الموقع. تفضل. طبعا احنا اليوم في موقع الشركه في منطقه مساعيد. الموقع هذا تكون من رصيف بحري، ثلاث اربع ارصفه بحريه، ثلاثه مئجر واحد صغير حق البرجات. يتم تفريغ السفن من المنطقه هذه من هالارصفه عن طريق سيور ناقله من الرصيف البحري الى ساحات التخزين. طبعا طول السيور الناقله تقريبا 4.8 كيلو. سيور الناقله هذه ساعدت الشركه بانهاء تفريغ السفن بشكل اسرع. في السابق كان يتم تفريغها عن طريق طبعا الكرينات، وبعدين في سيارات يتم شحن المواد من الرصيف الى ساحات التخزين وعقب يتم تفريغها. وعندنا طبعا الاشياء او اللودرات هذه تاخذ المواد وترفعها على اساس تعمل ستوك بايل. السيور الناقله هذه الحمد لله من دخلت نطاق العمليات عندنا خففت الاعمال بشكل كبير، يعني ما صار عندنا النقل بالسيارات، فيتم الآن تفريغها بشكل مباشر
من السفن عن طريق الكرينات الى الى سيور، ومن السيور على طول على ساحات التخزين، ويتم يعني عملية الستوكينج أو عملية التخزين والارتفاع عن طريق السيور الناقلة، لأن عندنا شغلات اسمها ستاكر، هذه ترتفع حسب الحاجة، فهي سهلت كثير، رفعت طاقة التفريغية عندنا من كنا في السابق تقريبا 1,800,000 إلى 2.5 مليون إلى 2.7 مليون حسب عدد المراكب اللي احنا يعني توصلنا بشكل يومي أو شهري. هذا موقع تخزين أبو محمد؟ نعم، هذا إحدى مواقع التخزين لمادة الكابرو، مثل ما تشايف عندنا هذه الساحة التخزين الأولية اللي يتم فيها التفريغ الأولي، إذا صار عندنا ستوك عالي طبعاً نأخذ الساحات الأخرى، والمخزون الاستراتيجي يتم تخزينه في الساحة الثانية اللي موجودة بجانب هالساحة. مثل ما تشايف الآن عندنا هناك المنطقة هذه اللي هناك هي منطقة الميناء اللي يتم فيها تفريغ السفن، ومنها يتم نقل المواد هذه عن طريق السيور الناقلة إلى ساحة التخزين اللي هنا، ويتم تفريغه عن طريق الستاكرز هذه. نعم. الستاكر هذه طبعاً مثل ما أنت شايف يعني فيها قدرة على تغيير الارتفاع، فتقدر أنت ترفع الستوك عندك أعلى، وبكذي تقدر أنت ترفع الطاقة التخزينية للمناطق طبعاً للساحة التخزين هذه. ما الذي نستورده المواد أولية طبعاً؟ نعم، إحنا بشكل أساسي يتم استيراد مادة الكابرو بمختلف أحجامها، سواء كان 0-5، 10-20، 28-32، كل طبعا كل حجم لا استخدامات معينه، سواء كانت في تطبيقات الخرسانيه وتطبيقات خلينا نقول الاسفلتيه، بعض الاحجام تدخل في تطبيقات اخرى للانشاء. في نفس الوقت يتم استيراد ماده الحجر الجيري اللي تستخدمها بعض الشركات في بعض يعني التطبيقات الثانيه اللي لها علاقه بالانشاء. بعض الشركات تستورد الكلينكر او السلاج، او يستوردون الفلاي اش، وهذه طبعا المواد هذه تدخل في تطبيقات الخرسانيه بشكل رئيسي. طبعا مشاهدي الكرام، السيور الناقله واحده من السيور الفريده حول العالم. اليوم شركه قطر للمواد الاوليه تعتمد عليها بشكل رئيسي في نقل كل هذه المواد من السفن مباشرة إلى أماكن التخزين، مشروع فريد من نوعه، خفف الوقت والجهد على العاملين في هذه الشركة وعلى التجار أيضا وعلى أيضا المشاريع. نتعرف على السيور الناقلة من خلال هذا التقرير، ولنا عودة، ابقوا معنا. بتكليف من حكومة دولة قطر، أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على إنجاز مشروع السيور الناقلة العملاقة بأحدث التقنيات العالمية، وذلك لخدمة مستوردي أحجار الكابرو ولتسهيل أعمال التفريغ والمناولة والنقل. يعتبر مشروع السيور الناقلة جزءاً أساسياً من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويفتح مشروع السيور الناقلة الباب واسعاً لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ ينظر إليها كأحد أكبر السيور حجماً وإنجازاً في المنطقة والعالم. وتهدف السيور الناقلة لنقل ومناولة مواد الكابرو العالية الجودة إلى: أولاً، زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الكابرو 2 و3 بميناء سعيد ليستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلاً من 16 مليون و600 ألف طن حالياً، أي بزيادة لا تقل عن 81%. ثانياً، رفع كفاءة وزيادة سرعة العملية التشغيلية. ثالثاً، زيادة الطاقة التحميلية من ساحات التخزين بمقدار 70%. كما يوفر مشروع السيور الناقلة مزايا عديدة، منها توفير الوقت والجهد والتكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية، بما يكفل إنجازها ضمن المهلة المحددة لها. ويسهم المشروع كذلك في تقليل أوقات انتظار السفن لإتمام عمليات التفريغ بنسبة قد تصل إلى 65%،
ويوفر أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة من خلال نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، والتي تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، كما يسهم في تقليل الحاجة إلى استخدام الشاحنات بأرصفة الجابرو بنسبة قد تصل إلى 70%، مما يخفض من معدلات التلوث البيئي المرتبطة بها. ويوفر المشروع أعلى معايير السلامة ويرفع مستوى الأمان على الطرق من خلال خفض المسافات التي تقطعها الشاحنات، والذي يؤدي إلى تقليل الحوادث المرورية. تبدأ رحلة مواد الجابرو من الميناء، أي أرصفة الجابرو، بميناء مسيعيد، حيث ترس السفن، لتبدأ الرافعات في عمليات تفريغ حمولات السفن من مواد الجابرو ووضعها على السيور الناقلة. وتبدأ رحلة مواد الجابرو عبر السيور الناقلة لتمتد لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات و800 متر، وتصل إلى مناطق التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية والمجهزة بأحدث المعدات لتعبئة وتوزيع مواد الجابرو داخل ساحة التخزين، وهي عبارة عن 6 معبئات وموزعات مزدوجة الأذرع، والتي تسمى بالإستاكرز. يعد انتهاج استراتيجية السيور الناقلة محفزاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني في دولة قطر من خلال توفير الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030 من خلال المساهمة في تأمين المستلزمات للمشاريع العملاقة، وهو ما يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة. تمضي شركة قطر للمواد الأولية بخطى مسرعة واعية نحو المستقبل، لتكون عوناً لدولة قطر وجزءاً كبيراً من سطور تاريخها، حاضرها ومستقبلها. يعني مكانة الشركة من ناحية التوزيع أتحدث هنا، وسد احتياجات الدولة، سواء المشاريع الحكومية التنموية التي تشرف عليها أشغال، أو حتى من ناحية الشركات القطاع الخاص، أين هو موقعها من ناحية حجم التوزيع؟ نعم، الشركة تقوم بدورين. طبعا دور الأساس الشركة اللي تم إنشائها كان بناء مخزون استراتيجي للدولة، أساسا يكون موجود في متى ما كان في حاجة لها. الدور الثاني تقوم الشركة بعملية طبعا الاستيراد بشكل مباشر وبيعها للمشاريع الحكومية، بالإضافة طبعا تقديم خدمات التفريغ والتخزين للشركات العاملة في نفس المجال. طبعا خلال الفترة السابقة زادت وتيرة عمليات الاستيراد، وكانت الشركة الحمد لله قدرت الشركة انها تلبي هالاحتياج. ففي الوقت الحالي الشركة عندها المخزون الاستراتيجي اللازم، وفي بالإضافة طبعا نقوم بعمليات التفريغ. خلال الفترة السابقة، خلال خلينا نقول 4 سنوات السابقة، زادت وتيرة الأعمال مثل ما تعرف، قربنا إلى 2022، في كثير من الأعمار لازم الأعمال هذه لازم تخلص قبل الفترة هذه، فالشركة قدرت باستراتيجيتها أن توفر هذه المواد متى ما صار في شح طبعا لهذه المواد، سواء القطاع العام والقطاع الخاص. دخلنا الآن الشركة، لو تشرح لنا على المواقع. طبعا هذا المدخل الرئيسي للشركة، وهذه الميزانية اللي يتم
وزن السيارات الداخلة، وفي طرف مثل ما شايف على الطرف الآخر الميزان للسيارات الخارجة. فأي مادة تدخل أو أي سيارة تدخل وتخرج من المواقع، موقع التفريغ يتم وزنها سواء داخلة أو خارجة. المواد لما تطلع من الشركة يتم إصدار فواتير لازمة، سواء كان هالفواتير من مبيعات الشركة بشكل مباشر أو للشركات المستوردة، حتى يتم طبعا مراجعتها من عن طريق الشركات طبعا الأعمال الحسابية عندهم. احنا قدامنا يمكن نشوف اللي هو ساحات التفريغ. طبعا احنا عندنا ساحة التفريغ هذه وعندنا ساحة تفريغ أخرى للمخزون الاستراتيجي، وهذا اللي هو ساحة التفريغ اللي يتم مناولة المواد بشكل يومي، يتم تفريغها ويتم إخراج هذه المواد للمواقع الأخرى سواء كانت للشركات الخرسانة أو الأسفلت أو حتى الشركات الأخرى اللي تستخدم هذه المواد. يمكن نشوف طبعا السيور الناقلة كيف هي موجودة الآن. نعم. يتم تفريغ المواد اللي تم يعني استيرادها من الخارج. يمكن الآن ما نقدر نشوف احنا السفن، لكن يمكن تشوف انت الآن الكرينات قدامك على ساحة على ميناء التفريغ. احنا في شركة دائما يكون عندنا مخزون يكفي للدولة تقريبا من سنة الى سنة ونص. في السابق لأن كانت وتيرة الأعمال كبيرة فكان عندنا قرابة 14 أو 15 مليون طن. في الوقت الحالي مثل ما شفنا أن في وتيرة الأعمال خفت والطلب على المواد خلال الفترة الجاية بتقل، تم تخفيض المخزون الاستراتيجي إلى تقريبا 7.5 مليون طن، وهذا طبعا يكفي يعني الدولة لمدة سنة ونص. 7.5 مليون طن في السابق كم كانت القدرة التخزينية؟ تقريباً القدر التخزيني طبعا احنا نقدر نوصل الى تقريبا 16 مليون طن. نعم. في السابق كان عندنا مخزون تقريبا قرابه ال 14 او 15 مليون طن. خلال فتره الازمات طبعا نفتح احنا المخازن هذه ويعني نقوم بتلبيه احتياجات السوق المحلي من هذه المواد. مثل ما انت عارف مش دائما المواد هذه متوفره، يكون عندك إشكالية في النقل، يكون عندك إشكالية خلينا نقول من المصدر إنه يقدر يعني يصدر المواد هذه، في إشكاليات تصير من الإشكاليات خلينا نقول ميكانيكية وإشكاليات أخرى. خلال فترة سابقة يعني خلال فترة الكورونا كان في إشكالية من المصدر لانتشار المرض يعني في ذيك الفترة في العالم كله طبعاً، ف يعني كان دائم المخزون الاستراتيجي حاضر ويلبي احتياج السوق، والحمد لله السوق ما يعني ما حس بأي فترة من الفترات بنقص من هذه المواد في السوق المحلي، ولا في كان في ارتفاع للأسعار، بالعكس كانت الأسعار مناسبة للسوق والأعمال كانت مستمرة. سيد عيسى، اليوم السيور الناقلة واحدة من يعني الأنظمة الرئيسية هنا في شركة قطر للمواد الأولية، وكما ذكرنا ساهمت بشكل رئيسي في تسريع العمل في اختصار الوقت والجهد على العاملين هنا في الشركة وعلى كما ذكرنا الشركات الحكومية وعلى المستوردين بشكل رئيسي. حدثنا عن السيور الناقلة، هذا المشروع الفريد من نوعه. السيور الناقلة طبعاً تم إنشائها في يعني أو تم انتهاء من الأعمال السيور الناقلة في نهاية 2017 ودخلت في الخدمة، وساعدت طبعاً الشركة لزيادة الطاقة الاستيرادية للمواد. مثل ما تعرف طبعاً إحنا تم استيراد المواد السائبة عن طريق الميناء عندنا هنا، بشكل أساسي مادة القابض وطبعاً المواد الأخرى اللي تدخل في قطاع الإنشاء. ساعدت السيور الناقلة بتخفيف طبعاً عدة أمور، من ضمنها طبعاً التكلفة، سرعة التفريغ،
وسرعة الانتهاء من تفريغ السفن. طبعاً سرعة الانتهاء من تفريغ السفن قللت تكلفة الاستيراد، لأن مثل ما تعرف السفن هذه دائماً تأجيرها بشكل يومي، فكل ما خففت انت عدد الأيام اللي يصير فيها الانتظار للتفريغ كل ما قللت سعر المادة اللي يتم استيرادها. وخففت علينا احنا طبعا الاعمال في الموقع، لانه كان في السابق يتم التفريغ على السيارات، السيارة هذه يتم شحنها من الميناء الى ساحة التفريغ، وعقب يتم تفريغها، وطبعا تقوم الشياول طبعا تاخذ هذه المواد و يعني بعمل الستوكينج على اساس نقدر نرتفع الى ارتفاعات ونزيد الطاقه الاستيعابيه لساحات التخزين. اما الان يتم تفريغها بشكل يعني الي بالكرينات على السيوله الناقله، السيوله الناقله هذه تنقلها من الميناء الى ساحات التخزين. طبعا هذه المواد يتم تفريغها الى ستوكات، كل ستوك بحجمه او من المصدر حتى من الكسارة، هذا طبعا من دواعي الكواليتي كنترول او الجودة. والستاكر او السيور الناقلة هذه عندها القدرة لتعديل وضعيتها بان نقدر احنا نرفع الستوك او الستوك المادة هذه الى ارتفاعات عالية، بهالطريقة تقدر انت تزيد الطاقة الاستيعابية لساحات التخزين. كم طولها السيور الناقلة؟ تقريباً 4.8 كيلومتر. هل من خطط بديلة إذا ما تعطلت؟ لأنه أشوف حوالينا السيور تعمل، ولكن هي يعني خط واحد أو سير واحد، أم أنه هناك خطط بديلة إذا ما تعطلت؟ طبعاً إحنا عندنا عدة سيور، لكن مثل ما تعرف السيور هذه سيور يعني معدات ميكانيكية، ومعدات ميكانيكية يعني قابلة خلينا نقول للعطل أو غيره. في حال العطل دائما احنا عندنا مجموعه من السيارات والسواقين اللي لا سمح الله صار في عطل نقدر ندخل احنا بشكل مباشر ويتم التفريغ بدون ما يتاثر الـ عمليات التفريغ. لكن الحمد لله خلال الفتره السابقه ما كان عندنا يعني شغلات يعني او اعطال خلينا نقول رئيسيه، ودائما احنا كشركه عندنا يعني مخزون كافي من قطع الغيار والفنيين اللازمين لتصليح اي عطل. نعم. لا سمح الله. صحيح. هو السؤال المهم ايضا سيد عيسى، نحن لماذا نستورد مواد كالجابرو وغيرها؟ الا نملك دعنا نقول موارد لهذه المواد؟ طبعا المواد هذه احنا في قطر عندنا سبيسيفيكيشن او عندنا اللي هو الكود البناء القطري، سواء الكود يعني سواء كان للشوارع او الانشاء المشاريع الانشائيه او حتى مشاريع سواء كانت حكوميه او خاصه. المواد اللي عندنا ما مش بالجوده الكافيه اللي ممكن تدخل فيها التطبيقات، وعلى هالاساس تم استيراد هذه المواد من الخارج. عندنا منطقه معينه في قطر يسمونها الصقعه، في عندنا مخزون او يعني المواد هذه طبعا موجوده مش بالكميات الكبيره اللي نحتاجها خلال الفتره السابقه. تدري المشاريع كانت كبيره وضخمه وكان في احتياج كبير لهذه المواد. المحجر هذا موجود وعاملين احنا جميع الدراسات اللازمه لاستغلاله في حين الحاجه، لكن في الوقت الحالي الحمد لله الاستيراد مكفي احتياجات الدوله للمشاريع الخاصة والعامة. زين اخوي مروان، قبل لا نروح حق غرفه العمليات بنوقف احدى المنصات اللي على السيور الناقله حتى
شو يكون عندكم نظرة عامة على الأعمال في هذه المنطقة؟ هنا مثل ما شايف اللي هي موانئ التفريغ، هذه الكرينات اللي يتم عن طريق تفريغ المواد، ويتم نقلها عن طريق السيور الناقله الى ساحات التفريغ اللي احنا فيها الان. الميناء ما هي قدرته الاستيعابيه ابو محمد؟ احنا نقدر نستقبل الى 40 سفينه في الشهر. اليوم هذا بشأن الأسواق التي يتم الاستيراد منها. طبعاً إحنا في الوقت الحالي بشكل أساسي يتم الاستيراد من سلطنة عمان، وفي نفس الوقت يتم الاستيراد طبعاً من بعض البلدان الأخرى مثل إيران، وبعض الشركات يتم استيراد المواد من الهند ومن باكستان. طبعاً دائماً إحنا نطلع إلى فتح أسواق طبعاً جديدة لاستيراد المواد هذه. طبعاً أفريقيا وإيران لنا فيها المواد اللي إحنا نحتاجها، فهي من خلنا نقول الأماكن اللي إحنا حاطين عليها فوكس. اليوم كورونا أثرت في سوق المواد الأولية؟ شوف الكورونا أثرت وعامة الشغل كله، يعني عامة كل المشاريع خفت وتيرتها، يعني صحيح. كما كان في العام 2019. نعم. لا يمكن المقارن يعني، فبالتالي خف الطلب عليها. خف الطلب عليه، لكن ما وصلنا الى مرحله ان الطلب قليل. لين الحين في طلب كبير على المواد الاوليه، يعني بشكل خاص ماده القابره اللي يتم استيرادها. خلال فتره الكورونا واجهتنا بعض الازمات. ساعات عندك انت مشكله في المصدر، ان يكون عندهم اشكاليه في اصدار، يعني تصدير هذه المواد لظروف معينه. طبعا انت عندك مثلا ما يقدر يشتغل بالليل وكذا، في كيرفيوز اللي تصير هذه في خلينا نقول في كل الدول، ويصير ساعات عندك مشكله في النقل البحري. ان لوجود الكورونا خلال فتره سابقه كان في اجراءات تم عملها على اساس في كنترول، في بعض المراكب تتم في البحر مدة معينة لما تقدر تتخلى. هذه طبعا أثرت على وتيرة الاستيراد، لكن الحمد لله خلال الفترة هذه احنا المخزون الاستراتيجي لعب دور كبير بأن وفر هذه المواد لما احنا ردت الأمور إلى طبيعتها والاستيراد صار يعني بشكل طبيعي. كيف تتم عملية التنظيم، يعني من ما بين وصول الشحنات إلى تخزينها إلى توزيعها إلى بيعها، كيف يتم؟ شوف الله يسلمك، احنا طبعا مثل ما يمكن ذكرتك في السابق احنا نقوم دورين، دور احنا نستورد، الدور الثاني نقدم خدمات التفريغ للشركات اللي تستورد المواد هذه. بدايه تقوم الشركات هذه بتسجيل الشركات في وزاره الصناعه، ويتم تسجيل الشركات معانا وياخذ طبعا جميع الموافقات. احنا بدورنا نقوم يعني مراجعه المناطق اللي يتم الاستيراد منها مع الشركات هذه، ومراجعة المحاجر وجودتها، وإذا كانت الأمور متوافقة حسب المتطلبات الكود البناء القطري يتم أخذ الموافقة أو الإذن بالاستيراد. بداية تقوم هالشركات بتقديم طلب،
يسمونها سوتيبلتي. السوتيبلتي هذه طبعا كانت في السابق كانت آليتها شوي طويله، والحمد لله اشتغلنا عليها وقدرنا نخفف من يعني خلينا نقول من شهر الى شهرين الى ثلاثة ايام. ويتم طبعا العمل عن طريق اونلاين سيتابيليتي. اليوم لديكم ايضا بوابه ذكيه خاصه بتسهيل بالضبط عمليات البوابه الذكيه. لعبت دورين، تسهيل العمليه طبعا تقديم الطلبات ومتابعتها، وعملت دور كبير عمليه الشفافيه لجميع الشركات ومعرفتهم يعني متى قدموا الطلب ومتابعتها وعلمهم بالضبط هم وين في الدور، على اساس ما يكون في خلينا نقول تخوف ان الطلبات هذه يعني ما اخذت دورها بشكل صحيح. مثل ما تشاهد ابو مروان، هاي ساحات التفريغ، يتم تفريغ المواد اللي تم نقلها من الميناء، هذه نسميها احنا الاستاكر اللي يتم انزال المواد منها، ويتم طبعا فصلها بشكل ان ما يتم خلط هذه المواد سواء كان بنسبه الاحجام او حتى من المصدر والصاحب الماده هذه، لان بعض هذه المواد ترجع لملكيتها لشركه قطر مواد اوليه، وبعض المواد هذه ترجع ملكيه للشركات الخاصه اللي يتم اللي يستوردون المواد هذه من المناطق الاخرى سواء كانت عمان او اي دوله ثانيه. فالمواد هذه طبعا متوزعه ويتم ترقيمها بشكل مناسب، وعارفين احنا هذه الماده يعني ترجع ملكيتها لمن. ومثل ما شايف هنا يسمونها مصدات الهواء، هذه طبعا لتقليل نسبه انبعاث الغبار يعني للهواء. طبعا مشاهدي الكرام، كلفه هذا المشروع فقط السيور الناقله تصل الى اكثر من مليار و600 مليون في ذلك الوقت عند تاسيس هذه الشركه. أعمال الصيانة أبو محمد تقوم بها شركتكم؟ نعم، كل أعمال الصيانة تقوم بها الشركة. إحنا عندنا فريق متكامل يقوم بأعمال جميع أعمال الصيانة سواء كانت للسيور الناقلة أو للكرينات أو حتى للسيارات أو التركات والشيول الموجودة. تتوسع الشركة في قطاعات إعادة التدوير لمساهمتها الفعالة في تقليص كلفة الإنتاج وتخفيض كذلك معدلات استيراد المواد مواد البناء من الخارج، وتقديم حلول بديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلي، ومن ضمن هذه المواد الإسمنت والخرسانة. الشركة اليوم لديها جهود كبيرة في تحويل مخلفات البناء المحلية التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في إنشاء المشاريع السكنية والطرق والبنية التحتية وغيرها من المشاريع. الله اخوي مروان، هذا طبعا غرفه التحكم، غرفه يتم تحكم جميع المواد لما تدخل من الميناء. موضوع بسيط، كله فولي اوتوميتد، في التحكم بشكل شامل عن طريق الكمبيوترات. مثل ما انت شايف هنا احنا عندنا، يمكن نوضح لك، هذا الميناء، هذا بيرث 3 بيرث 2 بيرث 1. طبعا عندنا هناك حاجه نسميها احنا الريتيرن كي، يتم التفريغ عن طريق ال كرينات الى الستوكر اللي هو السيور الناقله. من السيور الناقله يتم نقلها الى الستوك بايلز او ساحات التخزين اللي عندنا في اللي كنا فيها من شوي. طبعا الغرفه هذه تعتبر زي القلب النابض حق الساحه، يتم التحكم في عمليات التفريغ عن طريق الكرينات في الميناء الى السيور الناقله الى ساحات التفريغ في ساحات التخزين.
ومنها طبعا يتم يعني اخراج هذه المواد للزباين او حتى او للمستوردين. توفر الشركة حالياً حلولاً متطورة ومبتكرة لنقل كميات كبيرة من المواد الأولية وحمايتها من تقلبات الأسعار أو التوريد، وتوفر أيضاً الخدمات اللوجستية وخدمات النقل بطريقة احترافية تشمل نقل المواد والمناولة وأيضاً عمليات التخزين. كما تقدم إدارة العمليات اللوجستية والإمداد أسعاراً ثابتة للمشاريع الاستراتيجية في الدولة، حرصاً منها لتجنب تقلبات أسعار المواد الخام الناجمة عن زيادة الطلب أو عدم توفر المنتجات. أبو محمد، ماذا بشأن اليوم مشاريعكم في دول كسلطنة عمان؟ احنا بدينا طبعا اول مشروع كان لنا كان مشروع في منطقة حطمة ملاحة، والحمد لله تم الانتهاء من المرحلة الاولى اللي هو المحجر والكسارة، وتم بدء الانتاج وتصدير المواد هذه للدولة. كان اول شحنة وصلتنا كان في شهر اعتقد 5، وجاري الانتهاء من أعمال الرصيف البحري والسيور الناقلة الموصولة بالمحجر. فبإذن الله المشروع كامل راح يعني يتم تسليمه في الربع الثاني إن شاء الله من 2021، والأعمال الحمد لله على قدم وساق في الوقت الحالي. أما عندنا مشاريع أخرى طبعا في عمان بالشراكة مع شركات حكومية عمانية زي شركة مرافي، تم إنشاء شركة اسمها شركة مناولة في عمان، والوقت الحالي احنا شغالين على مشروع رصيف في ميناء صحار لتصدير المواد السائبة بشكل رئيسي طبعا القابرو، وهذا راح يساعد يعني الدولة عندنا يعني لاستيراد هذه المواد من السلطنة، وفي نفس الوقت راح يساعد الاخوان في سلطنة عمان تصدير موادهم للخارج سواء كان لقطر او لدول اخرى. عمان يعني لديها الكثير من الموارد الطبيعية. نعم. للمواد الأولية، وتعتبر يعني موطن للمحاجر. صحيح، عمان ما شاء الله سلطنة عمان الله حباها بكثير من الموارد الطبيعية في عدة مناطق طبعا في السلطنة، والوقت يعني خلال فترة سابقة للأسف للكورونا يمكن بطأ بعض الأمور، لكن احنا في يعني مناقشه بيننا وبين الاخوان في السلطنه لقيام باعمال خلينا نقول تعدين لموارد اخرى يعني غير طبعا حجر القابرو. في افكار تم طرحها يعني موجوده على الطاوله ويتم دراستها، وباذن الله لما يكون يعني الله يزيل عنها الغمه ويروح عنا الكورونا باذن الله راح يكون لنا زيارات طبعا مستقبليه للسلطنه ومناقشات، ويعني إذا الله يسر راح نبدأ بمشاريع أخرى. اليوم كيف تنظرون إلى احتياجات الدولة المستقبلية؟ أنتم على اطلاع بالكميات المطلوبة خلال الفترة القادمة قياساً بالمشاريع. موازنة قطر أعلنت قبل أيام وفيها حجم الإنفاق المرصود ويعني بمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنموية في البلاد، واستحوذت على أكبر نسبة من الموازنة، نسبة تفوق 45% من حجم الموازنة سيذهب إلى هذه المشاريع. وأنتم تجتمعون مع الحكومة مع الشركات الحكومية أيضا لبحث احتياجاتها، كيف هو المشهد في العام القادم؟ إحنا مثل ما تعرف كشركة دائما نحب نستبق الأمور، فدائما في تواصل مباشر بيننا وبين الشركات الحكومية سواء كانت أو هيئات زي هيئة أشغال، شركة كهرماء أو كهرماء، شركة الديار القطرية، مشيرب وشركات الأخرى أو اللؤلؤة.
نشوف طبعا ايش المشاريع المستقبليه على اساس ان نكون احنا جاهزين لتلبيه هذه الاحتياجات. خلال الفتره السابقه وخلال الاربع سنوات الخمس سنوات السابقه كانت وتيره اعمال طبعا كبيره، وطبعا الظروف ان احنا يعني قاربنا على 2022، لكن مثل ما تعرف صار في اولويه للاعمال، في اعمال راح تتم او يعني واجب اتمامها قبل 2022، وفي اعمال راح يتم البدء فيها بعد 22، مثل ما تم يعني مثل ما شفنا خلال يعني رصد الميزانيه حق 2021، في كثير من الاعمال راح يتم العمل بها لكن ما لها علاقه خلينا نقول بشكل مباشر حق 2022، لكن اعمال اخرى زي الاراضي المواطنين وغيرها. لكن بعد 2022 او 23 راح تكون في اعمال اخرى اللي تم تاجيلها من يعني قبل 2022 الى بعد 2022، وان شاء الله راح يعني تستمر باذن الله. ما هي اليوم اصول شركه قطر للمواد الاوليه وهي شركه حكوميه اليوم؟ نعم، شركه قطر للمواد الاوليه طبعا تقوم بمجموعه من الاعمال، من ضمنها طبعا الاعمال اللي غطيناها من شوي، اعمال التفريغ وتخزين المواد الاوليه. في نفس الوقت شركة تقوم بغسل الرمل في منطقة الكرعانة، وبالإضافة إلى ذلك طبعاً نقوم ببيع الرمل الناعم وأعمال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية ناتجة من أعمال البناء والهدم. طبعاً تبلغ أصول الشركة حوالي 3.6 مليار ريال قطري، موزعة بين قطر وبين عمان والمناطق الأخرى طبعاً في الدوحة. ومحمد، أعلن في السابق عن نية مجلس إدارة الشركة لطرحها للاكتتاب وتخصيص الشركة وطرحها في البورصة القطرية، أين وصلتم في هذه الإجراءات؟ طبعاً خلال الفترة السابقة اشتغلنا على الشركة الإجراءات الداخلية للشركة والحوكمة، وتم تعديلها على أساس أن يتناسب مع متطلبات بورصة قطر، واشتغلنا طبعا على زيادة مداخيل الشركة والصافي الأرباح. نعم. والحمد لله احنا في الوقت الحالي وصلنا الى المرحلة اللي ان الشركة جاهزة للطرح. طبعا لك في النهاية القرار هذا يرجع الى مجلس الإدارة واحنا ننتظر طبعا قرارهم. موضوع إعادة التدوير، وهي مبادرة تم الحديث عنها في السابق، إعادة تدوير مخلفات البناء، ما المقصود في هذا؟ والله المشروع أتكلم معكم بصراحة من المشاريع القريبة كثير إلى 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 الشخص يعني، وأنا بشكل خاص. طبعاً إحنا في خلال الفترة السابقة مثل ما تعرف الدولة مرت بمراحل، وفي كثير من أعمال التطوير اللي تصير، وكثير من أعمال الهدم المباني القديمة سواء في مناطق اللي يتم خلينا نقول إعادة تأهيلها. فالمخلفات هذه يتم أخذها إلى مطامر، والمطامر هذه موجودة وما كانت مستغلة. اللي اشتغلت عليه الشركة خلال الفترة السابقة تحويل هذه المطامر كمشكلة إلى فرصة، فتم عمل مصنع خاص يتم فيها فصل المواد هذه، تكسيرها، إعادة تدويرها أن تكون مناسبة لدخولها مرة ثانية في قطاع الإنشاء. في عدة تطبيقات سواء كانت خرسانية أو إسفلتية خلال الفترة السابقة الحمد لله بدينا، كانت بداية أنا أشوفها ممتازة، أنها دخلت في قطاع تصنيع مواد البناء زي الطابوق، ودخلت طبعا في قطاع الإنشاء الطرق وغيرها، وإن شاء الله يعني خلال الفترة الجاية يتم تطوير هذه المواد أنها تدخل في قطاع الخرسانة اللي هو الستركتشر احنا نسميه، مش النان ستراكشر. نشكرك السيد عيسى محمد كلاداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، كل الشكر على هذه المعلومات. حياك الله أخوي مروان، وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية على خير. شكرا جزيلا لك. منتج جديد. شكرا. بإذن الله. حياك الله. اختلف مفهوم التخزين وبناء المناطق اللوجستية في استراتيجية صانع القرار في قطر عبر السنوات الأربع الماضية،
فتلبية احتياجات الدولة الأساسية خاصة من المواد الأولية تبنى اليوم وفق منظومة جديدة من العلاقات والأسواق الجديدة بهدف تنويع المصادر. مشروع كهذا بالضرورة يتماشى مع احتياجات الدولة المستقبلية، ويأتي أيضاً كصمام أمان ضد أي تأثيرات قد تطال الاقتصاد الوطني. طيب الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.